أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنرى كيفية تحميل فيديوهات وقوائم تشغيل وقنوات كاملة من يوتيوب باستخدام أداة تسمى يوتيوب ديل. هذه الأداة أو البرنامج متوفر على توزيعات لينكس، ويندوز، والماك. إذا كيف مكان النظام الذي تستخدم يمكنك استخدام هذه الأداة أو هذا البرنامج للتحميل من يوتيوب ومن مواقع أخرى تقدم خدمات فيديو. لكن أنا سأركز في الشرح على اليوتيوب حيث سنرى أربعة أشياء. سنرى كيف نحمل فيديو، كيف نحمل قائمة تشغيل، كيف نحمل جزء من قائمة التشغيل، وكيف نحمل قناة كاملة. الأداة تشغل من الطرفية لكنها جد بسيطة، جد سهلة، ويمكن لأي شخص أن يتعامل معها كما سنرى بالتطبيق وبأمثلة توضيحية في هذا الدرس. إذن سأبدأ أولا بطريقة تحميل الأداة وتثبيتها على مختلف النظم. بالنسبة لمن يستخدم إحدى توزيعات لينكس، فالأداة متوفرة في المخازن، يمكنك أن تبحث عنها داخل مدير التطبيقات أو تثبتها بإحدى الأوامر التالية على حسب التوزيع التي تستخدم، أو يمكنك أن تحصل وتحمل وتثبت النسخة الأحدث من الأداة أو البرنامج باستخدام هذين الأمرين، أمرين فقط. إذن إما هذين الأمرين أو تثبت الأداة من مخازن النظام، وليس العمليتين معا. بالنسبة لويندوز يمكنك أن تحمل البرنامج بامتداد إكزي ملف تنفيذي من هذا الرابط، وبالنسبة للماك يمكنك أن تحمل برنامج من هذا الرابط وتثبته بالطريقة التي تثبت بها البرنامج على الماك. إذن بعد التحميل نمر الآن لكيفية استخدام البرنامج. قلت أنه يستخدم من الطرفية لكن جد بسيط وجد سهل. وسنبدأ بأول شيء سنقوم به هو تحميل فيديو من يوتيوب، ولنقول أننا نريد تحميل الفيديو التالي. إذن نتواجد على صفحة نشاهد فيديو ونريد أن نحمل هذا الفيديو، فنقوم فقط بنسخ الرابط الخاص به. ننتقل إلى الطرفية سواء على ويندوز، على ماك، أو على إحدى توزيعات لينكس. في لينكس حين نفتح الطرفية افتراضيا نتواجد على مجلد المنزل، أي أننا نتواجد داخل هذا المجلد، مجلد الذي يحمل اسم المستخدم حاليا. سأقوم هنا بإنشاء ملف لأحمل فيه الملفات، سأسميه مجمع أكاديمي لأني سأستخدم قناة المجمع كقناة للتطبيق عليها. أدخل للملف في متصفح الملفات، وفي الطرفية أدخل له عن طريق الأمر CD مدفوع باسم الملف، أضغط على طبل الإكمال التلقائي. إذن كأني الآن متواجد داخل هذا المجلد، والفيديوهات وقوائم التشغيل والقناة التي سأقوم بتحميلها ستحمل داخل هذا المجلد. إذن كما قلت بالنسبة للفيديو أريد أن أحمل ذاك الفيديو، فالطريقة جد بسيطة حيث أني أقوم فقط بكتابة اسم البرنامج، أعتمد دائما على الطاب للإكمال التلقائي، وأقوم بإتباعه فقط برابط الفيديو عن طريق لصقه، ضغط يمين واختيار لصق، أو عن طريق Ctrl Shift V بالنسبة لتوزيعات لينكس، الضغط على Enter، فستلاحظون أنه سيتم تحميل الفيديو داخل هذا المجلد. إذن بدأ تحميل الفيديو، سأضغط على Ctrl C لوقف التحميل لأريكم بعض الأشياء التي يتميز بها هذا البرنامج. يتميز البرنامج بأنه يقوم بتحميل الفيديو بعنوانه افتراضيا. في النسخ القديمة من البرنامج كان يجب أن نضيف خاصية minus t، ستجدون هذه الأشياء في الدرس الكتابي، كنت شرحته على نسخة قديمة. إذن تضيف خاصية تسمى ب minus t للحفاظ على عنوان الفيديو، وخاصية أخرى هي الإكمال أو الاستكمال التلقائي، أي أني الآن قمت بوقف التحميل كان قد وصل إلى 26.8%. لو قمت بإعادة التحميل، إعادة نفس تحميل نفس الفيديو داخل نفس المجلد، لأنه كما تلاحظون تم الحفاظ على الجزء المحمل من الفيديو، لو قمت بإعادة نفس الأمر أي لأحمل نفس الفيديو، ستلاحظون أنه سيقوم باستكمال التحميل من 26%. لنلاحظ إذن تم استكمال التحميل من 26%، أو قمت الآن بوقف التحميل. إذن هذين الخاصيتين، الحفاظ على العنوان والاستكمال التلقائي، أصبحتا افتراضيتين في النسخ الحديثة من برنامج يوتيوب ديل. لا تحتاج إلى إضافة minus t للحفاظ على العنوان و minus c إذا تكون على هذا الشكل. لو كنت تستخدم نسخة قديمة فالخيارات أو الإعدادات تضاف على هذا الشكل، minus t للحفاظ على العنوان و c لاستخدام خاصية الاستكمال التلقائي. يمكنك أن تضيفها أيضا في حال كنت غير متأكد من النسخة التي تستخدم. هناك عدة إمكانيات أخرى لتحميل فيديو، يمكنك أن تحدد الصيغة التي تحمل بها، يمكنك أن تحدد عدة أشياء أخرى ستجدون تفصيل لها في الدرس الكتابي، لكن أنا في الفيديو كي لا أطيل كثيرا سأقوم بالتركيز على الأشياء المهمة فقط. بالنسبة للصيغة التي يمكن أن تحمل بها، فيمكنك أولا أن تقوم بإظهار الصيغ المتوفرة بها الفيديو،
بعد اسم البرنامج تضيف ماينس أو داش F كبير على هذا الشكل، فيقوم البرنامج بإظهار الصيغ المتوفر بها مع أكواد خاصة بها. سنلاحظ كيف التعامل معها بعد قليل، لن يأخذ بعض الوقت. إذن كما تلاحظون الآن أعطاني عدة صيغ، معنى ذلك أنه يمكنني لو أردت أن أحمل الفيديو بامتداد FLV أن أستخدم الأمر التالي YouTube-DL، لكن هنا ماينس F صغير مطبوع بالكود المناسب للصيغة والمقاسات التي أريد أن أحمل بها. إذن FLV فالكود الخاص به هو 5، فأدخل هنا 5، فستلاحظون أنه سيتم تحميل فيديو جديد هنا بامتداد كما تلاحظون FLV الآن يتم تحميله. إذن هذه خاصية للتحكم في صيغة الفيديو، كما تلاحظون أيضا موجود هنا للتحكم أو لتحميل الصوت الخاص بالفيديو فقط. الآن سننتقل إلى تحميل قائمة تشغيل. سنرى في الدرس الكتابي أني تحدث بتفصيل عن قائمة تشغيل. سنرى التطبيق الآن على قناة المجمع. ندخل إلى القناة، نرى أولا كيفية الدخول لقائمة تشغيل. هناك طريقتين على حسب التنظيم الذي وفره صاحب القناة لصفحته. فعلى صفحة القناة تجد هناك قائمة تشغيل، يمكن الدخول لها بالذات على عنوان القناة وليس على أحد الفيديوهات. على حسب كما قلت صاحب القناة يمكن أن يكون قد قام بتنظيم الصفحة بشكل جيد، يظهر قوائم التشغيل بشكل جيد، لكن عدد القوائم التي يتيحها يوتيوب في الصفحة الرئيسية محدود، لا يمكنك أن تظهر جميع القوائم في حال كانت لك قوائم تشغيل كثيرة. لذلك سندخل لجميع القوائم من خلال الدخول إلى مقاطع الفيديو، وهنا بدل التحميلات نظهر قوائم التشغيل. الآن نرى جميع القوائم أو قوائم التشغيل المتوفرة على المجمع. يمكنك أن تدخل إلى إحدى القوائم أو صفحة إحدى القوائم عن طريق الضغط على العنوان الخاص بها وليس على الصورة المصغرة. لو ضغطت على الصورة المصغرة ستدخل إلى رابط تشغيل جميع الفيديوهات. إذا مثلا هنا في دورة إنكسكيب تصميم إنكسكيب، سأدخل إلى صفحة القائمة عن طريق الضغط على عنوان القائمة، وهنا لدي عنوان القائمة. يمكنني الآن أن أقوم بتحميل هذه القائمة جميعها أو جميع الفيديوهات المتوفرة فيها بشكل بسيط عن طريق إدخال اسم البرنامج يوتيوب دال متبوع برابط القائمة على هذا الشكل، فسيقوم البرنامج بإيجاد جميع الفيديوهات المتوفرة فيها وتحميلها بنفس الطريقة التي تحمل بها فيديو واحد، أي أنه سيحافظ على العنوان وسيحافظ أيضا على خاصية الاستكمال التلقائي مفعلة افتراضيا. كما تلاحظون وجد هنا 10 فيديوهات، ولو دخلت إلى صفحة القائمة فعلا لدي هنا 10 فيديوهات في هذه القائمة. بالنسبة لتحميل فيديوهات من قائمة التشغيل سأقوم بوقف العملية. فلديك عدة إمكانيات للتحكم في الفيديوهات التي تريد أن تحمل من تلك القائمة. فربما تريد أن تحمل من الفيديو الأول إلى الفيديو السادس فقط، أو من الفيديو الرابع إلى الفيديو الأخير فقط، أو من الفيديو الثاني إلى الفيديو الرابع فقط، فلديك هذه الإمكانيات. لديك إمكانيات أخرى للتحكم في تحميل فيديوهات اعتمادا على عدد المشاهدات، على التاريخ، وعلى حجم الفيديوهات. سنرى التطبيق. مثلا لنقل أني أريد أن أحمل جميع الفيديوهات في هذه القائمة من الفيديو الثاني إلى الفيديو الرابع، أي 3 فيديوهات، الثاني الثالث والرابع. فالطريقة هي أني أقوم بإدخال نفس الأمر يوتيوب دال، لكن متبوع بخاصية تسمى داش داش أو ماينس ناقص ناقص بلاي ليست ستارت، فأحدد من خلالها بداية الفيديو أو أول الفيديو من حيث سأبدأ التحميل، هنا 2، وماينس ماينس أو داش داش ناقص ناقص بلاي ليست، أضغط على تبدأ من الإكمال التلقائي أند، وهنا لدي 4. هنا أقول أني أريد أن أحمل الفيديوهات المتواجدة داخل هذه القائمة، لكن الفيديوهات من 2 إلى 4 فقط. أضغط على أنتر وسنلاحظ أنه سيقوم بتحميل 3 فيديوهات فقط، فعلا 1 من 3، أي الفيديو الثاني والثالث والرابع. أقوم بوقف العملية. يمكنني أيضا أن أحدد فقط البداية. لو حددت البداية فقط على هذا الشكل، أي أعطيت 2 فقط
على هذا الشكل، فسيقوم بتحميل جميع الفيديوهات من اثنين إلى نهاية الفيديو، ولو وضعت النهاية فقط فسيقوم بتحميل جميع الفيديوهات من أول فيديو إلى الفيديو الذي حددته كنهاية. إذا لدي هذه الخاصيات، لدي خاصية أخرى أو خاصيات أخرى متعلقة بالحجم. قلت لدي خاصية متعلقة بالحجم والتاريخ وعدد المشاهدات. يمكن أن أظهر جميع هذه الخاصيات لأستخدمها عن طريق الأمر أمر المساعدة يوتيوب ماينس تل داش داش أو ماينس ماينس ناقص ناقص هيلب، فيعطيني هنا البرنامج عدة خيارات يمكن أن أستخدمها كإعدادات للبرنامج. تكون دائما بعد اسم البرنامج تعطي خيارات التي تريد، مثلا بالنسبة للأشياء التي قمت بالحديث عنها الآن مثلا كانت playlist start، كما تلاحظون أعطينا minus minus playlist start وأعطينا رقم 2، أو مثلا playlist end أعطينا رقم 4. بنفس الشيء يمكنك هنا أن تعطي خيارات خاصة بعنوان الفيديو، يمكنك أن تعطي عدد التحميلات، يمكنك أن تعطي الحد الأدنى أو الحد الأقصى لحجم الفيديو، بالنسبة للتاريخ أيضا تاريخ قبل وتاريخ بعد، يمكنك أن تعطي عدد المشاهدات أدنى عدد المشاهدات أقصى للفيديوهات. هذه كلها أشياء يمكنك أن تتحكم فيها من هذا البرنامج. هناك عدة أشياء أخرى، عدة خاصيات يمكنك أن تستخدمها. كما قلت أنا ركزت على الأشياء المهمة التي يحتاجها المستخدمون العاديون. أنسى أضغط على Ctrl L لمسح الشاشة ونمر للخاصية الأخيرة التي سنتحدث عنها الآن، وهي تحميل قناة كاملة. ونفترض أننا نريد أن نحمل جميع الفيديوهات المتوفرة في قناة المجمع، فالطريقة جد بسيطة، حيث أنك يمكن أن تقوم فقط بنسخ رابط القناة، تستخدم نفس الأمر يوتيوب دائل متبوع برابط القناة على هذا الشكل، فسيقوم على البرنامج بتحميل جميع الفيديوهات المتوفرة في القناة. كما تلاحظون وجد 123 فيديو في قناة المجمع، سيقوم بتحميلها كلها، يقوم بالتحميل من الأحدث إلى الأقدم. يمكنك أيضا هنا أن تستخدم الترشيحات التي رأينا في قائمة التشغيل كالحجم الأدنى الحجم الأقصى التاريخ عدد المشاهدات، فيمكنك أيضا أن تستخدمها هنا بعد اسم البرنامج كإعدادات. هنا أيضا يمكنك وقف التحميل واستكماله من بعد. يمكنك أيضا استخدام طريقة أخرى، وهي بالنسبة لتحميل قناة كاملة فتستخدم الأمر يوتيوب دل متبوع ب YT user متبوع بنقطتين متبوع باسم القناة على هذا الشكل، فيقوم بالتحميل بنفس الطريقة. إذن لديك إمكانية بالنسبة لتحميل قناة كاملة. في الدرس الكتابي ستجدون هذه الأشياء لمن يريد أن يقرأ، هناك أشياء أخرى تحدثت عنها، رأينا كيف تحميل فيديو، كيف تحميل قائمة تشغيل، كيف تحميل جزء من قائمة تشغيل، وكيف تحميل قناة كاملة. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.